السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جدعان جايب لكم شوية جليتشات زي العسل، يعني ان شاء الله بعد الفيديو ده ان شاء الله هتوصل كونكر على بص هخليك توصل ورقة رابعة. بص التقييم ده بالنسبة لك هيبقى حاجة ايزي. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو ده من اول ثانية لحد اخر ثانية عشان الفيديو يعني جايب فيه حاجات كتير، ويعني بقالي تقريبا اكتر من 3 ساعات يا جدعان. فهتشوفوا معايا الاخطاء اللي انا وقعت فيها بقى، وازاي تتجنبها، ازاي تعمل الجليتشات دي بسهولة جدا. فان شاء الله الفيديو هيبقى ممتع، والفيديو يبقى يعني عملت اقسم بالله يا جدعان. بص الفيديو اللي هيحكي، يعني الفيديو اللي هيحكي مش هتكلم كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه عايزين كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا الفيديو بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الشير بتاعك بيساعدني كتير جدا، يعني لو نفترض ان الفيديو عليه 2000 مشاهده او 3000، لو 3000 كل واحد عمل فيهم لواحد هيجي 3000 غيرهم، ولو وهكذا وهكذا، صدقوني بجد هيبقى دعم وتقوين، تبقى قدرت تعبي ومجهودي. شكرا جدا للناس الجميله، اقسم بالله في ناس منكم يعني على عيني وعلى راسي اقسم بالله من الدعم، يعني شكرا جدا ليك. عشان ما تطولش في المقدمه اكتر من كده يا جدعان، فحط لايك للفيديو لو انت مش حاطط لايك، واشترك معانا لو انت مش مشترك، وفعل جرس الاشعاعات عشان يوصلك كل فيديو جديد. فعلوا الجرس يا جدعان وتاكدوا ان انتم مفعلين الجرس. يلا بينا يا جدعان، توكلنا على الله. بصوا يا جماعه، اول جليتش هنا في منطقه الشيلتر يا جدعان. هعرفكم منطقه تنزل في الخراطيم اللي انتم شايفينها دي، هتبقى تحت كده، ويعني حاجه جميله للكمبره بجد. يعني لو انت عايز تطلع كونكر هخلي الناس كده تتهبل عليك، هتتصدم اللي هتشوفه دلوقتي زي ما انتم شايفين يا جدعان. بس خلينا نلوت بس اي حاجه. ايوه نلوت طبعا، هتكون نازل، خلي بالك ان انت هتكون نازل بالجليد طبعا احنا هنعوزه. خلينا بس الوت شويه حاجات عشان نعمل اسوار زي ما احنا عايزين، وما نقعدش ندور كتير. فهنلوت يا جدعان كده ونظبط ابا الانفر يا ولد. هنلوت يا جدعان ونظبط امورنا وارجع لكم دلوقتي. خلاص يا جدعان احنا روقنا على نفسينا، الدنيا زي الفل. والله يا جدعان لو انت ما حطيتش اللايك لحد دلوقتي وشهرت للفيديو، فربنا العالم الواحد بيتعب في الفيديوهات. فبص يا بطل